بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يا إخوة، بعد أن هبط التكوين إلى هذه المناطق، نتوقع إن شاء الله بإذن الله تكون آخر الكيان اللي صارت عند رقم النسبة الذهبية 618 يوم 24 الساعة 18 زي ما تحدثنا في ذلك اليوم. حاليا يا إخوة، أتوقع أنه في تذبذب عرضي في هذه المنطقة، وأتوقع أنه يوم 27 و28 راح البيتكوين يحسم الصعود إن شاء الله بشكل واضح وبصعود قوي جدا إن شاء الله بإذن الله. بعد الصعود هذا إن شاء الله يواصل الصعود بشكل مستمر إلى الأهداف اللي هي 35 و38. حاليا إحنا في هذه المنطقة، منطقة تذبذب، احنا اشترينا عند 29 و200 ووضعنا الوقف ووضعنا تعزيز عند 28 و700 تقريبا اذا هبط اليها السعر، ووقفنا عند 28. الهدف ان شاء الله باذن الله 35 و38 ألف دولار للتكوين. هذا ما حبينا ان نوضحه في هذا الفيديو، وربنا يوفق الجميع في يمن الله.